وخدنا بدايه بس ان احنا نعرف ازاي السيستم هل هو ستيبل ولا ان ستيبل. تعرفنا ان ده من خلال حاجه اسمها جيت ماركينج وفيز ماركينج. قلنا ان لو جيت ماركينج وفيز ماركينج ستيبل يبقى لو سالب فالموضوع كان مهم خالص. المسافة من ناقص 180 للمنحنى دي اللي احنا بنسميها الفيز ماركت. المسافة من ناقص 180 للمنحنى دي الفيز ماركت. وباجي من الاوميجا بي بطلع خط راسي من فوق لحد مقطع المنحنى الماجنتيود. المسافة من الزيرو ديسبل لحد المنحنى الماجنتيود دي اللي احنا بنسميها الفيز ماركت. لو كانت الكيرف بتاعتك فوق بره يعني كانت تحت ناقص 180 او فوق الزيرو ديسيبل فالقيم بسالب، ولو كانت فوق ال 180 او تحت الزيرو ديسيبل فالقيم مثبته. يعني لو كان اتجاه الجيت مارجن والفيس مارجن لو انا خدت الخطين دول كريفرنس لو كانوا لجوه فهما موجب فالسيستم ستيبل. بينما لو كان الجين مارجن والفيس مارجن لبره ده للخارج وده للخارج بس السيستم في الحاله دي نون ستيبل. طبعا لو انا هجيب قراءه الفيس مارجن ده الفيس مارجن هنا سالبه هقيس المسافه دي هشوف المسافه دي بكام واعمل الحسابات بتاعتها فانا خلاص كده جبت الفيس مارجن. فالفيس مارجن هنا سالب وبالنسبه للجين مارجن هقيس المسافه دي وشوف حسب السكيل اللي انا رسمه المسافه دي بتقارن ديسبل قد ايه الماجنتيود بتاعتها. فالمسافه دي بالنسبه لي تعتبر زي اللي احنا فوق. فالاثنين سوالب يبقى السيستم بتاعك ان ستيبل. لو كان العكس لو كان الفيز مارجن اللي فوق 180 والجين مارجن كان اللي تحت يبقى السيستم ستيبل. لان المره اللي فاتت وقلنا ان السيستم يبقى كريتيكال لما الاثنين يبقوا صفار ودي الحاله التقاطع مع زيرو ديسيبل يقابل التقاطع مع ناقص 180 او بمعنى اخر ان الاوميجا دي هتساوي الاوميجا جي ودي حاله ان السيستم بتاعي يبقى كده. بينما لو كانت الاوميجا جي اكبر من الاوميجا دي فالسيستم ان ستيبل. ولو كانت الاوميجا جي اقل من الاوميجا جي فالسيستم ستيبل اللي هو الجيم اوفر فريكونسي والديسكو. بناء على ذلك فاحنا هنخش بقى في جزء الزياده. خلاص احنا بعد ما رسمنا رسمه الماجنتيود والفيز انا قدرت اجيب كلمه الجين مارجن والفيز مارجن واعرف من خلال السيستم ده ستيبل ولا ان ستيبل. طيب انا عايز بقى احسن الاستابيليتي. المساله دي زي ما السادة خدنا قبل كده هي الجي اتش بتساوي كي في مجموعه من الجذور سي اس زائد اي اس زائد بي على اس اس ان اس زائد سي في اس زائد دي. دي مساله بثوابتها بالكورنر فريكونسي اللي احنا خدناها ورسمناها. الوحيد اللي اقدر اعدل هنا في المساله طبعا انا غير قادر على تعريف الكورنر فريكونسي ده دي حسب السيستم. الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اعدل في قيمتها انا اعدل في قيمه مين؟ الكي. ممكن ازود الكي شويه اقلل الكي شويه احط امبليفاير يزود القيمه او يقلل القيمه. فانا غير مسموح بالتعامل مع الكورنر فريكونسي لانها ثابته ما اعرفش اشيل حد منهم. فانت بوظت المساله. الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اعدل فيها هو ان انا اعدل في قيمه الـ وبالتالي فسيادتك عشان تنجح في عمليه ديسكرايب للسيستم ستيبل ولا ان ستيبل. ولو انت عايز تحسن الاستابيليتي هو سيستم ان ستيبل بس انا عايز احسن الاستابيليتي بتاعته او سيستم ستيبل بس ليس ستيبل انا عايز اخليه مور ستيبل. فالتحسين كله هيبقى من خلال التغير في قيمه مين؟
اوكي وانا ما فيش حاجه عندي في المساله الثانيه اقدر اعدلها، الحاجه الوحيده اللي اقدر اعدلها وانا ما بفهم مين كونين. الفيزيكال مين للفيز مارجن والجين مارجن، احنا اتفقنا ان احنا بندرس الفريكوانسي ريسبونس، لان انا عندي اشاره داخله اسمها الاكس اوف تي، والاكس دي كانت اشاره ساينوسويدا ليها فريكوانسي، وبناء على ذلك فالخارج عندي على سبيل المثال اسمه واي اوف تي. فلو كانت الاشاره دي رام او يونت ستيب او برامبلا او خلافه، فانت كده بتدرس حاجه اسمها التايم ريسبونس اللي اتاخدته السنه اللي فاتت، واقدر بالروت فوكس واقدر بالراوس والكلام ده كله احكم على السيستم الاستابيلتي والقصه دي كلها. لكن لما السيستم الدخل بتاعه يبقى زو فريكوانسي، واصعب اشكال الفريكوانسي تبقى سلايد او موبايل، فبالتاكيد الخارج ما عادش هيبقى خارج عالي. ده لما الانبوت يكون في فريكوانسي ده اكيد الخارج هيبقى في فريكوانسي. فلما ندخل الانبوت في الفريكوانسي اللي شايفه ده، فده له فريكوانسي اوميجا اللي هو بشكل غير مباشر مرتبط بالتنتس، حيث الاف تساوي او اوميجا تساوي 2 باي اف، ولو ماجنتيود اللي هي الماكسيموم اللي هنا، فالاكس اوف تي بتساوي ماجنتيود اسمه اكس مضروبه في ساين اوميجا في معادله الاشاره الداخليه. لما تيجي ساعتك بقى تجيب الجين مارجن والفيز مارجن، فالفيز مارجن الفيزيكال مينينج بتاعه هو بقد ايه يقدر يتغير الفريكوانسي بتاع الدخل بس يظل السيستم ستيبل. القيمه اللي يقدر يتغير من خلالها الفريكوانسي بتاعة الإشارة الداخلة بس يقدر السيستم ستيبل. يعني هي هنا في حاجة اسمها الفيز مارجن، والفيز مارجن دي على سبيل المثال هتطلع 20 درجة. أيوه دي معناها إيه؟ دي معناها إن الإشارة اللي داخلة دي لو حصل تغير في الفيز، الزاوية بتاعة الإشارة دي اتغيرت في حدود 20 درجة، فالسيستم سيظل ستيبل. في حدود 20 درجة يعني ايه؟ يعني السيستم كان بهذا الشكل، وانت جيت بعد شوية غيرت في صورة الإشارة الداخلة، فحصل تغير في الفيز تقريبا 20 درجة في الإشارة اللي موجودة. هل لما يبقى في فرق 20 درجة ما بين الإشارة الأصلية والإشارة الجديدة، هل ال 20 درجة دي هيبقى سيستم ستيبل ولا مش ستيبل؟ ده انت بتدرس هنا ما يسمى بالفيز مارجن. هل لو الفيز ده اتغير السيستم لحد امتى يقدر ستيبل؟ دي طبعا بقول انا صممت سيستم وظبطت الفريكوانسي اللي داخل والسيستم تمام وكل حاجه، ونتيجه انك واخد فيدباك من غيره وراجع وبتقارن مع الداخل، حصل تغير شيفت في الاشاره اللي داخل. مش معقوله لو الفريكوانسي بتاع الاشاره اللي داخل اتغير شويه السيستم هو انستيبل. فانت بتدرس لحد قد ايه لو الزاويه دي اتغيرت يقدر السيستم ده ستيبل. ده الفيزيكال مينينج بتاع الفيزيكال مينينج بتاع الجيم مارجن، ان الاشاره اللي داخله بتردد وامبليتيود او بجين. ما هو ممكن الجين ده نتيجه لمعاملات الايرور والفيدباك والخلاف والكلام ده كله، ممكن الجين ده يتغير. فممكن جين الاشاره اللي داخله بدل ما هو داخل بهذا الشكل هو نفس الاشاره ونفس الفريكوانسي بس الجين هيتغير. فده اصبح الجين الجديد. طيب في تغير في الجين ده ما يكافئه هو الجين مارجن. بقد ايه يقدر تتغير الاشاره بتاعه الجين مع المحافظه على السيستم ان هو لا يزال ستيبل؟ طبعا برضه مش معقوله ان الاشاره ساين زي ما هي والفريكوانس زي ما هو دخل الاشاره، بس حصل بس تغير في الجين بسيط بس السيستم يبقى ستيبل. فانا ببقى عايز اعرف لحد قد ايه، عشان وانا بصمم الماكينه على سبيل المثال، مش انت ساعات تيجي تلاقي المعده الكهربائيه مكتوب عليها 50 هرتز ل 60 هرتز. هو الراجل وهو بيصمم عمل حسابه ان لو حصل شيفت في التردد بمقدار 10 كمان من 50 ل 60 فالسيستم هيظل ستيبل. ممكن لو بدل من 50 ل 60 وجيت انت في بعض الاحيان مثلا لو انا قلت لها بلصات بتردد 70 هرتز هتلاقي الريسبونس بايظ والدنيا مش مظبوطه ومفيش حاجه شغاله، لان هو عمل حسابه في الديزاين ان هي تشتغل من 50 لكام يا باشمهندس؟ من 50 ل 60. فانت بتبدا تحدد المنتج بتاعك او الماكينه اللي انا بصممها او الكنترولر هيقدر يشتغل لحد جين قد ايه، ويقدر يشتغل جين يقول لك 220 240 فولت والفريكوانسي من 50 ل 60 هرتز. فانت بتحدد الجين اللي انت تقدر تتحرك من خلاله والفيز. طيب وبالتالي فانا لما بجيبهم فانا بعرف لحد قد ايه
لو تغيرت المشاركه داخل السيستم سيظهر ستيبل. ولكن ساعات لما السيادتك بتجيبهم بتبقى قيمه صغيره، جيت اجيب الزاويه لقيتها 2 درجه. جيت اجيب الماجنتيود لقيت الماجنتيود 1 ديسيبل، ما هي القيمه مش كويسه. يعني مع اي تغير بسيط في اشاره الدخل السيستم بدل ما يبقى ستيبل هيبقى ان ستيبل، وبالتالي هو انا معاك ان السيستم ستيبل بس انت محتاج تحسن الاستابيليتي. جيت اجيب الفيز مارجن والجيت مارجن لقيت القيم سوالب، سوالب معناها ان السيستم اصلا ان ستيبل، الاشاره اللي انت بتدخلها دي بدون لا جين ولا فيز ولا تكسب ولا الكلام ده كله السيستم ان ستيبل، طب ما هو انا عايز احسن الاستابيليتي. تفكير على ذلك؟ الوسيله الوحيده عشان سيادتك تحسن الاستابيليتي في المساله بدون اي اضافات خارجيه، وانا في المساله الحاجه الوحيده اللي هحسن بيها هو انا اتحكم في قيمه مين؟ في قيمه الجيم، وبالتالي فانا محتاج ان انا العب في الجيم شويه ازوده او اقلله بحيث يحقق لي قيمه جيم مارجن معينه او فيز مارجن معين عشان احسن السيرفيس. حاسس اسال معاك يا باشمهندس؟ هو لو واحد فيهم باظ ما هما الاثنين ريليتد ببعض، مفيش حاجه اسمها دي تبقى موجب ودي سالب. تمام كده؟ فهما الاثنين ريليتد ببعض. وبالتالي فانا بحسن من خلال الايه ده بدون اضافه اي كومبنسيشن خارجي. في الروت لوكس انا ضفت دايره من بره عشان تحسن، انا هنا مش هحسن حاجه، انا بس بلعب في قيمه الايه. تعال بقى نتفق هنا على الاتي. طالما انت مش هتغير في اي حاجه من دول ولا في الكورنر فريكونسي يبقى ميول دي وزوايا دي هتفضل ثابته مش هتتغير. مش انت رسمت دي الزاويه بناء على انك شلت كل اس وجبت جي اوميجا وجبت زاويه البسط مع زاويه المقام مع وقت اوميجا بواحد من 10 او 1 10 100 او كده. هل الكي له تاثير في حساب الزاويه؟ وبالتالي وانت بترسم الزاويه دي لو الكي بقت ب 1000 2000 5 7 10 هي كده كده مش فارقه لان الرسمه دي رسمت غير معتمده على قيمه الكي، الكي كده كده خارج الحساب. الرسمه الوحيده اللي حطت الكي في الحسابات وانت جاي تقلها هي رسمه مين؟ الماجنتيود، لان اول حاجه بتترسم في المساله الكي، والكي تاثيره ايه في المساله يا باشمهندس؟ الشيفت. هو شيفت لنقطه الاوريجن، وبالتالي فهو بيشفت نقطه الاوريجن عند نقطه البدايه. يبقى تاثير الكي في المساله هنا هيغير في المساله في شيفت الاوريجن. هل لو انت غيرت في الكي الكورنر فريكونسي دي هتتغير؟ الاس دي هتتغير، وبالتالي الرسمه دي هتفضل زي ما هي، هي عمرها ما هتتغير. بس تاثير الكي هيخلي الكيرف ده كله زي ما هو، يا اما هيتشافت لفوق يا اما هيتشافت لتحت، لان الكي هتتغير. النقطه اللي انت بترسم من عندها الرسمه اتغيرت، فلو طلعت لفوق هتفضل الرسم نفس الرسمه بس مش شافتها لفوق، او هتفضل نفس الرسمه بس مش شافتها لتحت، وبالتالي تاثير الكي فقط بينصب على رسمه الماجنتيود وتاثيره هو شفت للمحور او شفت للرسمه، يا اما تتشفت لفوق يا اما تتشفت لتحت. طب انت لو زودت الكي هتتشفت لفوق ولا تحت؟ هتتشفت لفوق. وانا لو زودت الكي انا كده كده نقطه الشفت بتبقى عند 20 لوج الكي بي. الكي بي اللي هي الكي النهائيه بعد ما انا اخدت العرض المشترك وظبطتها. بالتالي فانا لو زودت الكي الاصليه بتاعت المساله فبطبيعه الحال الكي دي مالها؟ هتزيد. ولما تيجي تجيب 20 لوج قيمه جديده اكبر فبدل ما كانت النقطه هتبقى هنا بقى هتبقى هنا، وبالتالي فالمنحنى هيتحرك لفوق مع زياده قيمه الكي. معايا يا باشمهندس؟ لما المنحنى هيتحرك لفوق ما عادتش هتبقى دي نقطه التقرب. يعني انا لو حبيت ارسم نفس المنحنى ده مع الشفت لفوق هيبقى كده. هو نفس الميول ونفس كل حاجه بس الاختلاف ان هو اترفع لفوق لانك انت زودت قيمه الكي. اعتقد منطقه التقارب مع السيول والديسبل اتغير، فده بقى قيمه الاوميجا جين كروس اوفر الجديده. ولما دي بقت الجين كروس اوفر الجديده اعتقد هيبقى عندها قيمه جديده ليه؟ الفيز مارجن. ما هو دي لما تبقى قيمه الجين مارجن جديده وانزل لتحت راسي لحد ما تتقطع هي دي كده كده مش هتتغير لحد ما تتقطع معاها اصبحت دي قيمه الفيز مارجن الجديده.
اكبر ولا اقل من اللي قبليها؟ يبقى الجين مارجن هنا قيمه سوري قيمه الفيس مارجن اتغيرت نتيجه لتغير الاوميجا جي وطبيعه الحال الجين مارجن. السيستم بقى قد يكون ستيبل او ان ستيبل ده حسب انت هتزود الجين او هتقلل. طبعا هنا لا يزال السيستم ان ستيبل. يعني انا لما زودت الكي لا زال السيستم ان ستيبل، لا زالت الزاويه موجوده لتحت. ولو زال الجين مارجن، الجين مارجن بقى ده الجين مارجن الجديد. يعني الاوميجا دي مش هتتغير لان بس دي مش هتشف وبالتالي المكان ده ثابت. فدوما المكان ده هيبقى عنده قيمه الايه؟ الاوميجا. سوري احنا هنستخدم هنا معلش حاضرة. هيبقى من هنا قيمه الجين مارجن الجديد. مش ده التقاطع عند الناقص 180؟ هل لما هتغير الكي هيتغير؟ يبقى لازال ده التقاطع عند الناقص 180 وبالتالي قيمه الجين مارجن او مكان الجين مارجن مش هيتغير بس القيمه هتتغير. كبر بقى في الكي وزود في الكي فانت بتطلع المنحنى لفوق لفوق تطلعه فوق نزله لتحت ابدا غير اللي انت عايزه بحيث انك في النهايه هتبقى في قيمه للكي تخلي لك السيستم ستيبل في قيمه تخليه لك ان ستيبل في قيمه تخليه لك كريتيكال في كي قيمه تحقق لك فيس مارجن معين او العكس وبالتالي فانت بتغير في قيمه الكي فانت عمال كل شويه ترفع وتنزل بيجيب جين مارجن جديد فيس مارجن جديد وبتعمل احصائيات بتاعتك. في رسمه الماجنيتيود هو في داله ثابته جت على المحور الافقي. نعم؟ هو في داله ثابته اجت على المحور الافقي في رسمه الماجنيتيود. داله ثابته افقي كده؟ اه اجت على المحور الافقي فالاوميجا الاوميجا جي هتبقى ايه؟ زي دي انا مش هي المفروض دي هيبقى في اثنين اوميجا جي. واحد في البدايه لان دي اللي عندها اللي حصل كروسنج. دي اللي حصل هو كان فوق وبقى على الكيرف. ودي هتبقى في النهايه اللي هو كان على الكيرف وخرج فدي اللي حصل كورنر في الفرنسا. في البدايه والنهايه بس انا هعمل حسابي في الامتحان ان انا مش هجيبها لك كده عشان تبقى قيمه واحده بحيث ان تطلع عندها في كل الكلام. والامتحان هيجي لحد المحاضره ان شاء الله. طبعا لحد الجاي ان شاء الله. حضرتك قلت انا ما بعتهولكوش لسه. مشغول بس النهارده باذن الله هبعتها لك. فهمت الموضوع يا باشمهندس؟ يبقى في كيرف بيتغير فالكيرف بيطلع بينزل قيم جديده الجين مارجن قيم جديده الفيس مارجن فالسيستم بيبقى ستيبل او ان ستيبل حسب الوقت. تعالى ناخد مساله ونشوف المساله دي هتتحل ازاي ولو انا حبيت اغير في قيم الكي هتتغير بقيمه قد ايه عشان تتحقق. تعالى بقى ناخد المساله. وانا كل قيمه للكي هرسم ال هو انت لما بتغير الكي هشفت واحسب تاني اللي هتفيزه انا وانت هنختلف. انت هتشفت ده صح؟ ما بدل ما شفت المنحنى شفت المحور. يعني بدل ما تاخد ده وترجع ترسمه تاني لفوق طيب انت ارسم المحور لتحت. يبقى انا لو رسمت المحور بالمقدار اللي انا عايزه خلاص اكيد شفت الدرب هنا. انت عارفه ان احنا لو زودنا الكي او قللناها المحور هيتشفت؟ مش متوقع. الكيرف هيتشفت؟ لما الكيرف هيتشفت نقط التقاطع اللي انت كنت بتجيب عندها الجين مارجن هتتغير. تشفيت المحور يعني. يعني لو فرضنا ناخد المثال دلوقتي ان المنحنى ده كان لازم يتحرك لفوق مسافة 20 ديسيبل. لازم المنحنى ده يتشفت مسافة مضاربة 20 ديسيبل. يبقى أنا بدل ما أشفت المنحنى لفوق هشفت المحور لتحت 20 ديسيبل. فلما أشفت المحور لتحت 20 ديسيبل هي تماما أنا شفت المنحنى لفوق وأنا مش هرسم المنحنى تاني. وقتها أسأل بس أنا هلعب في شفت المحور. طيب الجي كيرش بتساوي 40